وللحديث عن الموضوع معنا من بغداد الناشط في التظاهرات حيدر مورو. سيد حيدر، أهلا بك. يعني رغم القمع الحكومي لا يزال المتظاهرون في الساحات رغم كل محاولات قمعهم. هل وصل ثوار تشرين إلى نقطة اللاعودة مع الطبقة الحاكمة؟ السلام عليكم أعزائي المشاهدين وقناتكم الكريمة. أهلا بك. صوت واضح مكتمل؟ دعنا نعيد عليك السؤال مجددا سيد حيدر. نعم الصوت مسموع. يعني القمع الحكومي يعني لا يزال متواصلا، ومع هذا تتواصل عزيمة المتظاهرين ولا يبرحون ساحاتهم ولا يخرجون منها. السؤال، هل وصل ثوار تشرين مع النظام الحاكم أو مع الطبقة الحاكمة، هل وصلوا إلى نقطة اللاعودة؟ نعم، وصلنا هذه المرحلة رغم القمع المستمر، رغم الضرب المستمر من قبل الحكومة وقبل قوات الشغب والأحزاب والميليشيات. إننا لا زلنا مستمرين في ساحة التحرير رغم أن الأعداد انسحبت بعضها بسبب مرض كورونا وخوفا على انتشار المرض، لكن أيضا الخيم المظاهرين الموجودة واحنا موجودين ايضا في ساحه التحرير، ايضا توجد اعداد كبيره من الثوار سوف يعودون ايضا بعد تقليل ان شاء الله من المرض كورونا. يعني المزايدات من قبل الحكومه والاحزاب وعدم استجابه الحقوق والمساواه والمماطله مع المظاهرين. سيد حيدر، يعني تعلم وتتابع وتدري جيدا أن الناشطين أطلقوا وسما إلكترونيا يحمل عنوان وعد ترجع الثورة. باعتقادكم يعني كيف تتخيلون أن تكون استجابة العراقيين لمثل هذه الدعوات عن وسم وعد ترجع الثورة نتحدث؟ هاشتاق وعد ترجع الثورة انطلق في شهر التحرير، وانطلق أيضا من الثوار والثائرات العراقيين الذين رجعوا من التحرير بسبب مرض كورونا. لنا عودة في هذه الهاشتاق، لنا عودة قوية ضد الحكومة ضد الأحزاب ضد، وهذا الهاشتاق يعني لقى ترحيب وصدى واسع في مواقع التواصل الاجتماعي. إن شاء الله بعد مرض كورونا تتم السيطرة عليه إن شاء الله وكل الإصابات ترجع الثورة إن شاء الله بهذا شهر رمضان أو عيد المبارك إن شاء الله. نعم، يعني المتظاهرون أكدوا رفضهم لسياسة تدوير الوجوه، ومنها رفضهم جملة وتفصيلا لحكومة مصطفى الكاظمي. باعتقادكم يعني ما الخطوات المنتظرة من المتظاهرين عقب انفراج أزمة فيروس كورونا؟ ما المتوقع أن يحصل بعد الانفراج إن شاء الله أزمة كورونا؟ تكون لنا مواقف تصعيدية كمظاهرات، مظاهرات طلابية، نشاطات الساحة أيضا ترجع. سياسة التدوير والوجوه التي تحصل في كابينة مصطفى الكاظمي، الأشخاص كل شخص كان في الحكومات السابقة كوزير ومدير وبرلمانيين أيضا، وهذا ليس حكومة أيضا لا معترف بها والكاظم أيضا لا معترف به. وسنكون ان شاء الله بعد ازمه كورونا مواقف مسيرات تصعيديه ضدهم ان شاء الله. نعم، في مختلف الساحات والميادين نجد ان هناك عراقيين لا يزالون يقدمون الدعم من خلال تقديم وجبات الافطار للمعتصمين. على ماذا يدل تزايد الدعم الشعبي للثوار الباقين في ساحاتهم؟ يدل هذا الشيء على تلاحم وحدة الشعب العراقي، يدل على غيرتهم، يدل على مواقفهم والشجاعة التي دعمت الثورة من البداية ولا زالت أيضا تدعم الثورة. هناك مواطنين كثيرين من الشعب العراقي لا زالوا يدعمون الثوار بكل ما لديهم. هذا الغيرة العراقية والمواقف البطولية المستمرة للثوار. نشكر جميع من العراقيين من الذين قاموا بدعمنا ومساعدة الثوار. هذه هي الغيرة العراقية، هذه التلاحم
الحكومة ولا الدعم الاستمرار للسواق. دعم الثورة هو دعم الثورة هو دعم كل شيء ضد هذه الأحزاب وضد الحكومة. النشط في التظاهرات حيدر مورو كنت معنا من بغداد عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.